نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لمشاهدة مرافق المركز والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج الخاصة بالتأهيل والإصلاح داخله. تشهد المنظومة العقابية في مصر تطوراً ملحوظاً مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارتها لمشاهدة هذا الإنجاز الحضاري الإنساني، ومنها هذه الزيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. الزيارة بدأت بقاعات المحاكمات التي تم إنشاؤها داخل المركز، والتي تعكس التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في توفير الأجواء الملائمة لتطبيق العدالة وتخفيف عناء انتقال النزلاء لأماكن محاكمتهم وإجراءات التأمين، حيث أشادوا بتلك الخطوة المهمة في سرعة الفصل في القضايا. دي نقلة نوعية في كل التفاصيل، بتدل على أن في رؤية بتتعمل، نقلة تنقل بالفعل المؤسسات العقابية لمؤسسات تأهيل فعلا بتتواكب مع الرؤية الجديدة في الجمهورية الجديدة للدولة. يعني مثلا لما تبقى قاعة محكمة بهذا الشكل، بهذا الأداء، بهذا التخطيط لكل التفاصيل، بدءا من دخول المتهمين لمكان احتجازهم، لمكان محاكمتهم، لمكان مداولة القضاء. ما شاهدناه اليوم سواء في مقرات المحاكم أو في العنابر الخاصة بالنزلاء، حقيقة بتؤسس لرؤية الدولة الجديدة في معاملة هؤلاء النزلاء وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع من خلال عدد من الأنشطة. وشفنا قد إيه حجم التطوير اللي تم في أبنية المحاكم من استخدامهم لتقنية المعلومات مراعاة لحقوق المساجين وحقوق الإنسان. تنقل الوفد بين جنبات ومرافق مركز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة ما يتضمنه من مرافق توفر الرعاية اللازمة للنزلاء، وفي مقدمتها المركز الطبي بتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء، بل وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة. شفنا الرعاية الصحية بتاعتهم اللي بتضم أحدث الأجهزة الطبية اللي ما شفناهاش في أي مستشفيات خاصة. شفنا مراكز طبية على أعلى مستوى، شفنا مراكز تعليم فني، شفنا مخابز، شفنا أماكن صالحة جدا للمعيشة، مش هنقول كنزيل، هنقول كبني آدم. وأثنى الوفد على برامج التأهيل والإصلاح المتبعة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في رعاية النزلاء وحقوق الإنسان وتأهيلهم، وبهدف تقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، مع إثقالهم بالمهارات الحرفية اللازمة داخل الورش المختلفة والتي تضمن لهم التكسب من ورائها لمواصلة الحياة عقب الإفراج، وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع صالحين نافعين له. مستوى رائع 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 أكثر من رائع، بيحافظ على آدمية الإنسان. المؤسسة العقابية تطورت بشكل رهيب عشان خاطر تكفي نفسها وعشان خاطر تكفي المؤهلين اللي هيطلعوا تاني يعيشوا في المجتمع. المسألة بالنسبة لنا كان شيء مبهر. شفنا مجهود كبير، شفنا زي المسجون هنا بيلاقي أحسن معاملة، شفنا كل ما يخص حقوق الإنسان والمتوفر هنا في حقوق الإنسان، من علاج، من أكل كويس، شرب كويس، عيشة كويسة. المسجون هنا بيعامل أحسن معاملة. اللي عجبني برضو إن النزيل أصبح إن هو لما بيجي يخش القطاع بيخرج منه متعلم حرفة جديدة، لو عنده أي مشاكل اجتماعية بتتحل، اللي بيها ما يخرج لمجتمع جديد بشخص جديد بكيان جديد ما يرجعش تاني. الحقيقة إن كان لازم إن إحنا نهتم بثقافة النزيل، نهتم بإمكانياته وقدراته علشان يكون أقدر على استيعاب الحياة بعد خروجه
إلى الحياة العامة وبعد أداء مدة العقوبة، ما أصبحتش مدة عقوبة بالمعنى اللي كان معروف قبل كده، ولكن هي مدة للتأهيل وللتهذيب ولإخراج شخص صالح للحياة. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة مهمة على درب تطوير المنظومة العقابية في مصر، والتي تعتمد على التوسع في إنشائها لإغلاق كافة السجون العمومية التقليدية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.